نعم، يعني ساعة واحدة هي مليئة بالهدوء هنا في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة بعد سلسلة غارات كانت في المناطق الشرقية من المحافظة، وأيضا بعد مجزرة إسرائيلية وقعت في مدينة حمد الإسكانية خلال الساعات الماضية بمساء يوم أمس. نحن نتحدث عن حتى هذه اللحظة أعداد الشهداء التي يعني زادت عن 14,500 شهيد وأكثر من 30,000 إصابة. لكن الآن وأنا أتحدث معكم على ما يبدو أن هناك غارة إسرائيلية، والآن سيارات الإسعاف تتوجه لإحدى المناطق في محافظة خان يونس التي لا تكاد تهدأ بالمطلق، ما أن تأخذ قسطا من الراحة أو ما أن تلتقط أنفاسها إلا وتباشر إسرائيل باستهداف وشن غارات مختلفة تجاه منازل المواطنين المختلفة، حيث تخرج سيارات الإسعاف من هنا من مجمع ناصر الطبي تجاه المناطق التي يتم استهدافها. نتحدث عن أكثر من 30,000 شهيد وأكثر من 14,500 شهيد، هؤلاء ما زالت أعدادهم تزداد بشكل كبير جدا. وإلى جانب أننا نتحدث عن أيضا أكثر من 4,000 مفقود في مدينة غزة والشمال، نظرا لأن آلاف الشهداء ما زالوا تحت ركام منازلهم التي قصفتها إسرائيل وأيضا لم يتم انتشالهم، وحتى هذه اللحظة الأوضاع هناك غاية في الصعوبة. هنا في محافظة خان يونس الطواقم الطبية تبذل جهود كبيرة، وضعت هنا في ساحات المستشفى بعض الأماكن وجهزتها من أجل استقبال المزيد من الإصابات في حال أن القدرة السريرية قد اكتملت بشكل كامل وباتت الغرف مليئة بالمصابين، أن يتم إنزالهم هنا في ساحة المستشفى ووضعهم، لأننا نتحدث عن تكدس كبير لأعداد المصابين في داخل مجمع ناصر كما هو الحال في كل مستشفيات القطاع وفي ظل ندرة ونقص الأدوية. لكن إذا ما تحدثنا عن أوضاع النازحين فإنها صعبة للغاية، هم كانوا يأملون أن تشمل قرار وقف إطلاق النار أو الهدنة الإنسانية أن تشمل عودتهم إلى مدينة غزة وأن يعودوا للإطمئنان على من بقى من أسرهم في مدينة غزة، أن يطمئنوا على بيوتهم هل دمرت بشكل كامل أم أنها ما زالت صامدة أم أنها قد تلقت عدد من القذائف المدفعية، لأننا نتحدث أن مدينة غزة أكثر من نصف المنازل بها دمرتها إسرائيل بشكل كامل، ومن لم يدمر فإنه أصيب بقذائف مدفعية التي ما زالت تسقط إلى هذه اللحظة حسب شهود عيان يتواجدون في محافظة خان يونس، بأن عشرات القذائف ما زالت تتساقط في مناطق مختلفة من وسط مدينة غزة. المدفعية لا تتوقف وهي تطلق قذائفها بشكل مكثف، تحدث دمار هائلا في منازل المواطنين، في الشوارع، في الطرقات التي باتت الطرقات والشوارع لا يمكنك أن تسير بها بالسيارة بالمطلق، حتى أن مشيا بالأقدام قد لا تستطيع أن تسير بين الشوارع في داخل مدينة غزة. هذه المدينة التي غيرت إسرائيل ملامحها وأبادت أحياء بأكملها من شوارع وطرقات وحدائق ومساجد وكنائس، لم تبقي أي شيء على حاله بل دمرته وأبادت أحياء كاملة كما جرى في حي تل الهوى ومنطقة الكرامة وأبراج المخابرات ومخيم الشاطئ للاجئين وأحياء متعددة. معبر رفح أيضا ما زال يعمل ويستقبل إصابات من مستشفيات قطاع غزة، وفي كل يوم باتت تخرج هناك أعداد من المرضى من أجل وكذلك المصابين من أجل أن يتلقوا العلاج في الدول التي رحبت باستقبال هؤلاء المصابين. ماذا عن الأوضاع في المستشفيات لديك، يعني لمن لا يستطيع الخروج أو لم يمكنه تسوية أوضاعه للخروج؟ يعني نتحدث عن أن وزارة الصحة تقوم بإخراج المصابين خلال هذه الفترة من مستشفى وسط القطاع شهداء الأقصى ومجمع ناصر وأيضا المستشفى الأوروبي وأبو يوسف النجار، تقوم بإخراج عدد من المصابين إلى الدول العربية من أجل تلقي العلاج هناك، وهنا نتحدث عن مصر، الإمارات وتركيا هم الذين يستقبلوا حتى هذه اللحظة المصابين الذين يخرجون، وهناك جهود كبيرة ومستمرة لإخلاء كل من يتواجد في داخل المستشفى الأندونيسي، حيث على مدار اليومين الماضيين تم إخراج عدد من المصابين. نعم. لكن ما زال هناك أعداد كبيرة تتواجد داخل المستشفى الأندونيسي يتم إخلاؤهم. شكرا لك محمد دعور مراسل الغد من خان يونس.